التربية تعد أمرا معقدا وتتطلب جهدا مضاعفا، وكلما اتسع نطاق البيئة التي تتم فيها هذه المهمة ازدادت صعوبتها وبرز فيها خطر التأثر بما يمكن تلقيه من أفكار وسلوكيات. وفي عصر العولمة صارت البيئة هي العالم كله بكل ما فيه من اختلاف في الديانات والثقافات، يزداد حينا ليكون تضادا ويقل حينا ليكون تنوعا. إن زماننا هذا زمن الانفتاح والمتغيرات، ومع كثرة التقنيات والفضائيات وكثرة الثقافات أصبح الشباب يعيشون اليوم في مفترق طرق وتحت تأثير هذه المتغيرات التي ولا شك تسبب لهم كثيرا من المشكلات التربوية والأخلاقية. وللحديث عن المتغيرات الاجتماعية الحديثة وأثرها في الأبناء، يسعدنا أن نستضيف ويانا الأستاذ خليفة المحرزي، مدرب ومستشار معتمد في مجال الأسرة. صبحك الله بالخير وأهلا وسهلا بجودك ويانا اليوم. وجمال وعطاء. يا مرحبا بك. طبعا أستاذ خليفة، اليوم كثير ما شاء الله من المتغيرات اللي طرأت على مجتمعنا، خاصة أن نحن اليوم في عصر، كنا نقول في عصر السرعة، نحن اليوم في عصر أكثر عن عصر السرعة بعد. المعلومات ما شاء الله منتشرة، طرق التربية اختلفت، الكثير من المتغيرات دخلت اليوم على حياتنا. شو هي أهم المتغيرات الاجتماعية الحديثة اللي ممكن نسميها؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كل أب وكل أم يعشق أن يكون لديه ابن وطفلة. صحيح. الأطفال لين 10 سنوات ما في أحلى منهم، ما في أجمل منهم، متعة الحياة الأطفال. يبدا الصراع متى؟ يبدا الصراع بعد السن 10. صحيح. والسبب في ذلك ان الولد الان دخل في مرحله جديده من الحياه. دخل في متغير كامل، نحن نسميه مفهوم بدايه الاستقلال. نعم. الاستقلال بمعنى يبدا يستقل بحياه خاصه فرديه فيها كثير من الرغبات، الحاجات، المهارات. متغير هذا الاب لا يتقبل هذا التغير. الاب قد تعود والام قد تعودت على السمع والطاعه العمياء. صحيح. روح سوي كذي ان شاء الله ابوي، روح سوي كذا ان شاء الله ابوي، بدون اي نقاش، بدون اي جدال. فبالتالي هذا المتغير يسبب توتر في العائله. صحيح. لان عندنا اصلا اشكاليه بان كثير من افراد الاسره الواحده لا تفرق بين المراهقه وبين البلوغ وبين النضوج. هذه فروقيات اساسيه. صحيح. تؤثر على مفهوم العلاقه التربويه. الولد هنا تحت 10 سنوات يتلقى كل شيء من العائلة. المصادر الرئيسية في التعلم، في اكتساب المهارة، في اكتساب الخبرة، هي عن طريق الأم والأب بس. بعد 10 سنوات تتغير الصورة. كل ما كبر الولد كلما زاد انفتاحا على العالم الخارجي. صحيح. وقل إقبالا على العالم الداخلي. صحيح. فبالتالي يحدث هنا صراع، نسميه احنا إدارة الصراعات الوالدية. نعم. عندنا إشكالية أكبر من كذي في مفهوم المتغيرات الحديثة، أن أغلب الآباء والأمهات لا يزال إلى الآن يتعامل بالعقلية القديمة، بعقلية العادات والتقاليد. جيل الأبناء يرى أن العادات والتقاليد القديمة ضرب من الماضي، لا تتماشى مع الموجود حاليا. في المقابل يرى جيل الآباء والأمهات أن الأبناء الآن ممارساتهم وسلوكياتهم هي عبارة عن ضرب من الجنون والتهور وعدم الانقياد بالأنظمة التربوية السائدة، في كلاش أو في، فبالتالي يصير هني الصدام بين الطرفين. وين الإشكالية؟ الإشكالية عندنا أصلا مصيبة قديمة موجودة لا زالت تتكرر، مفهوم عدم وعي الآباء بمفهوم التربية الحديثة لأبنائهم. صح صح. هذه مسبب إشكالية كبيرة جدا. أغلب الآباء يفتقد إلى مهارة التربية الحقيقية. أغلب الآباء لا يعرف كيف يربي أبناء بالطريقة السليمة، لأنه ما يملك الأدوات، ما يملك الوسائل، ما يملك الطرق، ما يملك التقنيات. نعم. ما يملك أي حاجة إلا لغة الصراخ. صح. لغة التهديد، لغة الأوامر، لغة الضرب، دورة الإقصاء، لغة الاتهام. دائما هذه اللغة هي اللغة السائدة. صحيح. انظر إلى الصراع الرئيسي الآن. الولد ما يشتغل، صح ولا؟ الصراع الرئيسي الآن في التربية هو موجود في المدرسة، فدائما الصراع بين الولد وبين الأب أو الأم هو في المفهوم الدراسي. نعم. في ولد والله يحب الدراسة، في ولد يعشق المدرسة. الحين يوم تفتح، افتح يا سمسم أبوابك نحو الأطفال، هذه القاعدة المشهورة التربوية. نعم. هل الولد يقبلون على المدرسة؟ لو نخير أي ولد نقول له اليوم خميس أو يوم الأربعاء، تبغي تغيب ولا تبغي تنام تروح المدرسة؟ أكيد بيغيب. يغيب. أكيد. إذن هو ذهاب إلى المدرسة في حد ذاته أصلا عندنا مشكلة أصلا نحن في مفهوم التعامل، في غرس الفكرة، غرس الفكرة التربوية والتعليمية
في نفس الأجيال. صحيح. فبالتالي صحيح. ينشأ صراع جديد هنا الآن. فتشوفين أغلب المشاكل بين الآباء والأمهات في مفهوم الوسائل التربوية. تزداد الهوة. نعم. تزداد الفجوة بين الطرفين. نعم. فيزداد الألم والفراق. هنا يفكر الولد في ماذا؟ في مفهوم العزال. نعم. ويبتعد عن أسرته. بالضبط. نعم. أغلب الأبناء الآن عنده مشكلة في المنزل مفهوم نسميه الانعزال الذاتي. البنت في غرفتها. البنت في على كمبيوترها مع صديقاتها. في بيت واحد استاذ خليفه. نعم. وما حد يشوف بالضبط. الاخر والولد طول وقته برا البيت. قمت انا بدراسه في احدى المدارس الابتدائيه مدرسه ابتدائيه وكررت هذه التجربه في مدارس اخرى لبعض المستشارين الاسريين. نعم. قلت حق الاولاد كنت في محاضره للاطفال قلت لهم يا اولاد راح اعطيكم ساعه حره فقط في الساعه الحره راح اعطيكم خمس خيارات اختاروا منها بالاولويات. نعم. حطوا لي الاولويات على اوراق رقم 1 2 3 4 قلت في هاي الساعه الفري الحره هذه راح اعطيكم بلاي ستيشن برامج تلفزيوني كتاب وكرة قدم وجلوس مع الأب. حطوا لي صنفوا لي بالأهمية بالنسبة لكم. نعم. شو رأيت بأن جاء في المركز الأخير إيش توقعين؟ جاء في المركز الأخير إيش توقعين؟ الجلوس مع الأب. الجلوس وجاء في المركز الأول إيش؟ البلاي ستيشن ثم البرامج ثم الكرة ثم الكتاب. للأسف خليفة يعني للأسف كثير من الأبناء لا يفضل الجلوس مع الآباء. نعم. لأن الأب ما عنده شيء يملكه. نعم. ما عنده مهارة يعطيه. ما عنده شيء ممكن يقدمه له. ما في تواصل. ما في حاجة. ما في تواصل. هذه أزمة أخرى جديدة في مفهوم استغلال التقنيات الحديثة. مين من الأبناء لا يستطيع يتحاور؟ مين؟ ما عند المهارات. حوار الأبناء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الشات. صح. أغلب الأباء لا يعرف كيف يستثمر هذه الأدوات التقنية والمتغيرات الجديدة في تربية أبنائه بالطريقة الصحيحة. حتى يكونون أستاذ خليفة في بعض الأحيان في منزل واحد في بيت واحد يتعاملون ويا بعضهم البعض عن طريق المسجات. نعم. كل واحد في حجرته. بالضبط. ويتعاملون يا بعض. هذه تقنية ما نقدر احنا نفرضها. ما نقدر احنا نمنعها. ما نقدر نقول لهم لا لأن هي موجودة. شئنا أم أبينا. مسألة أني أنا أبدأ أفرض على أبنائي هذا الفرض انتهى ولا صح. الآن نحتاج لغة الحوار على مفهوم الاتفاق أني أنا أساعد الصداقة. أبنائي في استثمار هذه التقنيات وتوظيفها بالطريقة الصحيحة. صحيح. الابن الذي لا يرى أن يستطيع أن يرى أن يشاهد شيء خاطئ داخل المنزل ترى سوف يشوفه برا على الشيء يعني الولد حتى لو متعود على السلوك السلوك الخاطئ داخل المنزل ترى ممكن راح يعمل برا المنزل. صح. فهي مسألة غرس الرقابة الذاتية يحتاج لحسن تواصل حسن حوار حسن لقاء. إذا كان الأب كما تأتي الدراسات لا يقعد مع أبنائه في اليوم واحد أقل عن 5 دقائق كيف راح يتواصل معهم؟ أغلب الأباء غايبين عن منازلهم. أغلب الأمهات ما في تواصل مع مع, مع, مع أبنائهم. في أزمة ثانية خطيرة وأكبر من كذي مفهوم الأمان النفسي والعاطفي في المنزل الواحد. طبعا عندنا أزمة خطيرة في البيوت. عندنا طلاق عاطفي مستشري في كثير من المنازل. صح. الآباء ما يتواصلوا مع زوجاتهم بطريقة صحيحة. أغلب التواصل بين الأب وبين الأم عبارة عن نقاش حاد عبارة عن جدال عبارة عن صراع عبارة عن نزاع. ما في كلمة طيبة. ما يشعر بالأمان في بيته. نعم. ما يسمع الكلمة الطيبة. دائما الكل متوتر. الأم متوترة. الأب متوتر. الأم منزعجة. الأب منزعج. الأب درع برع البيت. الأم دائما مشغولة. الأم الآن دخلت في سوق العمل. تأتي بيت مرهقة. فأصبحت هناك كثير من التحديات والضغوطات. فأصبح الولد اللي عنده أم وأب كانه يتيم في البيت. يعني كل الظروف هاي اللي موجودة في المنزل تدفع هذا الابن أو البنت إلى الخروج خارج محيط المنزل. ويعني البحث عن الأمان خارج جدران المنزل. الأمان وين يجده؟ الأمان يجده هذا الابن بعد 10 سنوات يجده في أصحابه. يجده في التقنيات. يجده في الوسائل الجديدة. يجده في وسائل التواصل الجديدة الموجودة. عندما تتكلمين أنت يعني أكثر من 160 مليون شخص في الشهر يدخلون في عالم الإنترنت. في معدل كل 3 ثواني هناك في حساب جديد يفتح في مواقع الإنترنت. نعم. أكثر من 84% هم ماتان دون 25 سنة. تتكلمين عن أطفال صغار الآن عنده سناب شات وعنده واتساب وعنده إنستغرام أصبحت وسائل جديدة. الأسرة إلى الآن لا تعرف كيف تستثمر التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة. صحيح. انظري أنت إلى بعض الجماعات الأخرى الجماعات التكفيرية داعش على سبيل المثال وظف التقنية في استقطاب الشباب. نعم. نعم. ليس فقط في منطقة معينة وإن في جميع دول العالم. كيف استطاع يتواصل معهم؟ صح هم صح. ناس ما يعرفونهم. ما بالك أنت في المنزل. هو سلاح لماذا سلاح. لا تستفيد أنت من هاي التقنيات؟ لماذا لا تستفيد أنت من هذه وسائل التواصل بشكل إيجابي في إيجاد علاقة إيجابية مع ابنك طبعا حتى داخل طبعاً. المنزل طبعا
اللغة القديمة للحوار انتهت، والاسلوب القديم للنقاش هذا انتهت. لكل زمان عبارة عن أدوات وآليات، الأدوات الحديثة هي التقنيات الجديدة. أكيد أكيد. طب اليوم كيف ممكن نوظف هاي التقنيات الحديثة من خلال يعني المنزل؟ طبعا نبدأ من المنزل لأن المنزل هو أساس كل شيء، من الأسرة نفسها كيف ممكن نوظف هاي التقنيات لاستقطاب أبنائنا وجلبهم نحونا؟ أول مسألة مفهوم التقبل. أنا لازم أتقبل هذا الابن، خاصة نيجي خلص 10 15 20، لازم أتقبل على ما هو عليه. هذا واحد. فبالتالي كلمة التقبل أي بمعنى أني أنا ما أحاول أني أنا أغير بالطريقة اللي أنا أريده. صحيح. لا، ربوا أبنائكم على زماني ليس زمانكم. حلو. أغلب الآباء يبغي يربي ابنه نسخة من هو يوم كان صغير. يوم كان صغير يا ابني يختلف الوضع. الأم تبغي بنته بنفس الطريقة والشخصية اللي كانت عليها سابقا. اختلفت الصورة. الهوية الذاتية الآن في إيجاد الاستقلالية التربوية تغيرت تماما. صحيح. المجتمع يتعرض للمتغيرات ومتحولات كل 10 سنوات مثل ما تفضلتي في بداية الكلمة. أن المجتمع يعصب بكثير المتغيرات. الهوية العالمية والعولمة العالمية، أصبح ولد الهمبرجر الآن اللي يفضل الهمبرجر على العيش واللحم، يفضل الهمبرجر، موجود في اليابان، في أمريكا، في الإمارات، في مصر، في اليابان، في جميع دول العالم ثقافة واحدة. الممثل الفلاني والمغني الفلاني واللاعب الفلاني الآن ما شجع بس ابن بلده، جميع دول العالم يشجعونها. لماذا؟ أصبحت عولمة عالمية. القرية الكاملة هذه، العادات والتقاليد اللي كانت مختفية أو مختصرة أو مختزلة في مجتمع معين أصبحت لها عادات مجتمعية موجودة. صح. القميص والبنطلون والقصة أصبحت ممارسة عالمية موجودة. صح. يجب أن نفهم هذه المسألة. المسألة الثانية، ينبغي على الأم وعلى الأب اكتساب المزيد من المهارات التربوية الحديثة لمواكبة الأبناء. بالضبط، لمواكبة عقلية الأبناء. ما يصح أن نربيهم على العقلية القديمة، لغة الضرب ولغة العنف. تتكلمين عن سنة واحدة أكثر من 55 مليون حادثة اعتداء على الأطفال. ليش؟ لماذا؟ لأن الأب يأخذ بلغة التهديد الداخلي. نعم. إلى الآن لا تزال نتعامل لغة أنا أب فوقي وأنت طفل يجب أن تسمع الكلام بدون نقاش وبدون حوار وبدون. صح. كثير من الأباء يرضى أن يرى ابنه يبكي لكن ما يرضى أن يأتي لابنه لكي يعتذر منه. نعم. إذا هو أخطأ في حق للأسف. ما لماذا يشوف أنه هو الأب ما يريد أن ينزل إلى هذا المستوى. صح. صح. النزول إلى عقلية الابن، النزول إلى مستوى الابن. كثير من الأباء لا يعرف يمارس هواية مع ابنه، لا يوجد نشاط مشترك مع ابنه، لا يمارس هواية مع أصدقاء ابنه، مع أن صاحب ولدك سبعا لا يخرج مع ابنه. لماذا؟ لأن في انفصال، في انفصال في مفهوم أنا أفهم عقلية هذا الإنسان. صحيح. المسألة الثالثة، التركيز على الدستور العائلي. يجب أن أضع دستور واضح في المنزل الكل يستجيب له، لأن أغلب البيوت الآن تسير نحسن بطريقة التربية المشوهة. نعم. ما في نظام، ما في دستور، ما في خطة، ما في خطة. سرية. الأب والأم مش متفقين في كثير من الأشياء، في صراعات، في خلافات. الأم تقول شيء والأب يقول شيء، الأب يمنع شيء والأم تسمح بشيء. فما في دستور واضح الاتفاق على مبدأ معين في مفهوم التربية. تخصيص وقت. أغلب الآباء ما عنده وقت يربي، ما عنده وقت يقعد مع أبنائه، ما عنده وقت يطلع مع أبنائه، ما عنده وقت يوجه أبنائه، ما ينتظر فقط الخطأ يقع منه حتى نصيحة يصدر أداء. أكيد نصيحة لكل من يتابعنا اليوم، يعني النصيحة اللي ممكن نوجهها قبل ما نختم وياك أستاذ خليفة لكل أب وأم يتابعوننا اليوم على دبي هذا الصباح، شو تقول لهم؟ احتواء الأبناء. حلو. لازم تحتوي ابنك. حلو. لازم تتقبل ابنك، لازم تجعل عقلك انزل إلى مستوى ابنك لكي تفهم عالمه. صحيح. لكل ابن له عالم خاص. صحيح. ادخل إلى ذلك عالم لكي تفاصيل وتعرف تفاصيل هذا العالم. صحيح. لا تحاول تدخل أبنائك إلى عالمك القديم، ما بينفع. أنت ادخل عالمهم الحديث وحاول أن تكون صديق لهم، مب أب لهم أو ضدهم. نحن شاكرين جدا وجودك ويانا اليوم للأستاذ خليفة المحرزي، مدرب ومستشار معتمد في مجال الأسرة، ونتمنى لكم صباح سعيد إن شاء الله. شكرا جزيلا.